حملت السنوات الأخيرة في طياتها العديد من التحولات في مواقف العديد من القوى الدولية بالنسبة إلى المغرب بشأن سبل إنهاء نزاع الصحراء وأثمرت تحركات والمغرب مزيدا من المواقف الدولية المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل الذي اقترحته الرباط في عام 2007 اهلا بكم ارتكز التوجه الملكي في الدفاع عن مغربيه الصحراء على منظور متكامل وشامل يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والبشريه للمنطقه دبلوماسيا كرست القيادة المتبصرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس تفوق الموقف المغربي الذي تعزز بمكتسبات جديدة في الفترة الماضية كان أبرزها الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه وهو القرار الذي لقي تثمينا من الداخل الإسرائيلي حيث أشاد نواب في الكنيست ومسؤولون إسرائيليون بهذا القرار. قرار توات، توالت تعقبه ايضا ردود فعل دوليه ايجابيه من مختلف العواصم العالميه وعلى راسها روما وباريس ومدريد حيث اشاد عدد من البرلمانيين والفاعلين السياسيين بهذا الاعتراف ودوره في ايجاد السلم المنشود بالمنطقه تحت السياده المغربيه قرار اسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء كان ايضا مناسبة لواشنطن لتجديد التأكيد على موقفها الذي اعلنت عنه في دجنبر 2020 خلال ولاية دونالد ترامب والذي اعلن انذاك اعترافه بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء تعزز بشراكة استراتيجية قوية بين واشنطن والرباط. اما الموقف الاسباني الذي يرى في مقترح الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبيه الاساس الاكثر جديه وواقعيه ومصداقيه لحل النزاع فلا يزال يمثل تحولا جوهريا في الملف لفائده المغرب وفضلا عن الموقف الاسرائيلي والامريكي والاسباني تبنت العديد من الدول الاوروبيه كالمانيا وهولندا والبرتغال وسربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا مواقف بناءه من مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 كما كرست مواقف الدول العربيه المؤيده لمغربيه الصحراء الاجماع العربي ضد رعاه الانفصاليه وعلى المستوى الإفريقي مكنت الدبلوماسية الملكية من بلورة موقف إفريقي أكثر حسما لفائدة الوحدة الترابية للمغرب وهكذا قامت أكثر من أربعين في من الدول الإفريقية بافتتاح قنصليات لها في العيون والداخلة خلال السنوات القليلة الماضية وتشمل هذه الدينامية دول أمريكا اللاتينية ومنطقه الكاريبي حيث قامت العديد منها بفتح قنصليات في الصحراء المغربيه وقررت دول اخرى دول اخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصلي ليشمل الاقاليم الجنوبيه وبفضل رؤيه العاهل المغربي قطع البرنامج التنموي الخاص بالاقاليم الجنوبيه الذي تم اطلاقه منذ العام 2015 اشواطا هامه مكنت من تطوير مستويات البنيه والخدمات فهذا البرنامج التنموي الذي كلف غلافا ماليا يتجاوز 77 مليار درهم تجاوزت نسبه الالتزام فيه 80% الى حدود خطاب المسيره الخضراء الماضي ومكن من اطلاق ديناميه اقتصاديه واجتماعيه حقيقيه وخلق فرص الشغل والاستثمار وتمكين المنطقه من البنيات التحتيه والمرافق الضروريه ومن ضمن ابرز المشاريع مشاريع هذا البرنامج مشاريع ذات طابع استراتيجي من قبيل الطريق السريع تزنيت الداخله الذي بلغ مراحله الاخيره وربط المنطقه بالشبكه الكهربائيه الوطنيه إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال ومحطات الطاقة الشمسية والريحية وبناء الميناء الكبير الداخل الأطلسي كما ساعدت رؤية العهد المغربي الملك محمد السادس على تحفيز الدينامية الاقتصادية في مجالات الصيد البحري والفلاحة والفصفات فضلا عن النهوض بقطاعات التعليم والصحة والثقافة رؤيه العاهل المغربي الملك محمد السادس لتنميه الاقاليم الجنوبيه تروم ايضا ترسيخ الدور التاريخي للصحراء المغربيه كحلقه وصل بين المملكه وعمقها الافريقي وفي هذا الاطار يندرج المشروع القاري لانبوب الغاز المغرب نيجيريا الذي اطلقه العاهل المغربي رفقه الرئيس النيجيري السابق ويعزز الاندماج الاقتصادي لمنطقه غرب افريقيا وفي هذا السياق تم توقيع مذكرات تفاهم مع الدول الاعضاء في المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا وموريتانيا بهدف دمج مشروع خط انبوب الغاز بين النيجيريا والمغرب مع مشاريع خطوط انابيب الغاز الاقليميه لتعزيز الترابط والاندماج الاقتصادي. وفي هذا السياق اعتبر العاهل المغربي في خطاب ذكرى المسيره الخضراء السنه الماضيه ان هذا المشروع مشروع استراتيجي لفائده منطقه غرب افريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 440 مليون نسمه الى اللقاء